عنوان الآية آية الولاية رقم الآية 55 في سورة المائدة في جزء 6 رقم الصفحة 117 شأن النزول تصدق علي بن أبي طالب عليه السلام بخاتمه للسائل مكان النزول المدينة الموضوع ولاية أمير المؤمنين عليه السلام آيات ذات صلة آية الإكمال وآية المباهلة وآية التطهير بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون المائدة آية 55 آية الولاية هي الآية 55 من سورة المائدة وتعتبر من الآيات المدنية المحكمة ومن أهم الآيات القرآنية بسبب تعلقها بموضوع الولاية التي هي الإمامة والخلافة فأهمية محتواها يرجع لأهمية موقع الإمامة والخلافة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بنية الأمة الإسلامية وكذلك مسيرتها وقد نزلت لتحديد الخليفة والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما تصدق بخاتمه للسائل أثناء الركوع في صلاته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتعتبر آية الولاية من أهم الأدلة التي يستدل بها الشيعة على إثبات أحقية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية علي بن أبي طالب اشهد أنا علي ولي الله اللهم صلي وبارك على محمد وآل محمد